اولا 21 سنة والتابعيني هذا يعني وسام تأثير ان ياسين نغير الفكر والوعي. وشكرا على السؤال الحلو. طبيعي انك انت اكيد تبين تتزوجين وتكونين اسرة وهذا شيء طبيعي بالعكس من الفطرة السوية، لكن انت خايفة من الرجل لان الطفولة كانت عندك خلينا نقول رجل، صورة رجل القاسي او الصعب. فبشرك ان رب العالمين عادل ورب العالمين كريم وربك الخير في وفي امتي الى يوم الساعة. لازم انت تتشافين وتعرفين ان اللي استوالك هذا نصيبك، لان احنا ما نختار اهلنا، ما نختار من نحن، ما نختار اسمنا. فاللي استوى فيك هذا نصيب وقدر، ورب العالمين دائما يسوي الخير ما يعطينا الشر. ربك عادل ياخذ ويعطي، المؤمن مبتلى. الحلو انك انت ياسة تسألين هذا السؤال بهالسن الصغير الحلو، معناته انت الله كاتب لك شيء عظيم ولك شأن عظيم، لان ما في حد يمر بظرف ابتلاء الا لانه بيتعلم دروس لمستقبله. فانت الاسئله هاي اللي تسالينها افضل اني اشوفك ونيلس وندخل في الطفوله وتتشافين من الطفوله وتتشافين من الناس اللي حولك اللي ممكن اذوك. بس هل كل الرجال هم سواسيه؟ لا. واول ما تتشافين من الطفوله اوعدك انك انت بتشوفين الناس بنظره ثانيه وبتميزين الزين من الشين. وفي نقطه جدا مهمه لازم تعرفينها، ان الواقع اللي انت تعيشينه، الواقع اللي انت تشوفينه كل يوم انعكاس مشاعرك وافكارك. فاذا انت شفتي الدنيا حلوه، هذا بعد ما تتشافين في اللاوعي بتيش الفرص الحلوه. واذا شفتي الدنيا صعبه، انعكاس المشاعر اللي فيش تراك بتشوفين هالشيء. فهي محتاجه بعض الفكر وبعض الوعي، وان شاء الله انت قدها وكفو، والله يعطيك الصحه والعافيه حبيبتي انت.